تعالوا نشوفه هو بيتناقض مع نفسه قبل وبعد، معاذنا الله أن نقع في مثل هذا. أنا بعتبر كمان أن دكتور مرسي شريك رئيس في كل ما يحصل في البلاد، إن لم يكن الشريك الأكبر. إن لم يكن الشريك الأكبر في كل ما يحدث، ويتحمل وزر كل شيء، لأنه هو كان أكتر بني آدم عنده فرصة تاريخية أنه يعمل حاجة وما عملهاش. فنصحت بده. الحقيقه عندي علامات استفهام كتيره برضو، بكل الاحترام على خطاب الرئيس بالامس، الامس تحديدا اللي اتكلم. هو طبعا حاول يستدرك الكاميرا لو تلاحظ، وهو الرئيس بيعمل الخطاب حاول يستدرك ده لما عمل هجوم شديد على يعمله 30 يونيو. الكاميرا كانت قطع عليه بعيدا عنه لمده 20 ثانيه. لما رجعت له الكاميرا مره ثانيه قال لك انا بتكلم على الفلول مش بتكلم، بعد ما هو قال كل الجمل على الناس. اعتقد ان ده جزء من الاداء الديمقراطي، وانا لو ما كان الدكتور مرسي حقيقه وشايف كل هذا اللغط الشعبي اللي هو كان سبب فيه، اول واحد هطرح نفس الاستفتاء من غير تمرد، استفتاء على الاقل حقيقي عشان اكمل ولا ما اكملش، عشان اقدر استكمل خطواتي. اعتقد ان تمرد من مصلحه مرسي، لان في حديث على الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول انصر اخاك ظالما او مظلوما. قالوا عرفنا كيف ننصره مظلوما يا رسول الله، فكيف ننصره ظالما؟ قال لك ترده عن ظلم، ترده عن ظلم. تمرد لو مرس فيها فكر فيها بتجرد هيكتشف ان هي لمصلحته الحقيقيه. الناس دي مصدقه نفسها. بس خلينا، انا دايما واحد يقول لي يا اخي انت غلطان، وفي ناس زعلت مني، انت مهتم بيهم ليه؟ مش مهتم والله على الاطلاق، دول خرق بالية لا قيمة لها. لكن في ناس بتسمعهم موجودين من أتباع الإخوان، بنعرفهم وبنقول لهم الحقائق إيه. تعالوا نشوفوا بقى، نشوف محمد معتز مطر وهو بيدافع عن محمد مرسي بعدين. تخيل إن مرسي لما بيتكلم دلوقتي هو فكر في هذه الكلمات ليالي طويلة، ليالي طويلة في انتظار فرصة إنه يتكلم، ليالي طويلة مستني إنه هو يفتح بقه، ولما فتح ما قالش غير الصدق. ومع كده وبحق ربنا، فمرسي في أول يوم لتوليه الحكم كان في ميدان التحرير وفتح صدره قصاد مليون شخص.